في خط دوري المحترفين، ولكن سجل اليوم طبعا هدف فقد سبق وان سجل في قمه النصر والهلال اليوم. يعني اتحدث عن طبعا ايبانيز، اتحدث عن التركي ديميرال، اتحدث حتى عن اللاعب عبد الباسط هندي يغيب حتى الان. البدايه لاصحاب الارض لروبرتو فيرمينو، ولكنه بعد ذلك غاب الاولى يحضر في مقاعد اللقين، ولكن الغيابات اكثر هنا. هذه محاوله، كره تلعب تبعد، هذا رياض محرز، كرة تذهب وتعود. هذه مشاركة الأولى في دوري المحترف، بدل الفوز كل أبها لعب في الباطل ولعب في الفيصلي ولعب في الخير. ربما تذكر يعني على جميلة من فراس لبريكان وتحت أنظار روبرت سلاح، يعلم الجميع قيمته في عالم كرة القدم. ملعب كر لهذا الشخص لأنه يقول خط الدفاع طبعا، وأتحدث عن محمد عبد الجواد الأسطورة. بانيا في الجهة اليمنى، فريق نادي الأهلي أي كأس الملك قبل أن يخسر أمام الأهلي، حيث قدم المدافع الكبار اللي كانوا في فترة من فترات أيضا هو أحد اتفاق، هو الفريق الوحيد الذي بدون هذا الإيفواري الكبير جدا. اعتقد ان الامور ستكون، وكل جيل طبعا ينقلها الى الجيل الاخر. يعني عندك لاعب متالق في زمن الاحتراف، هذه انطلاقه، كره تلعب وتبعد، وتكريما لوالدي الذي رحل عن، لكن في رده فعل افضل. الله على الكره، حلوه، والكره صدت في الغائب عن مباراه اليوم. هذه الكره وهذه الخطيره جدا، كره تذهب وتعود. المباراة في قادم الأيام، وربما فترة التوقف يحتاجها أيضا المدرب، ولكنه يطيل عمر اللاعب. خطيرة من ضربة ركنية الآن، هذا المكان عن طريق بالفعل الظهير النجاح في مباراة اليوم. 3-1 على الخليج، 3-2 للأمام في هذا المكان. ممتازة، تأتي المحاولة الآن في هذا المكان، والكرة من عبد الاتفاق هنا، حاول المرور.